السلام عليكم، كيدايرة البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كالعادة مع واحد الوجبة اللي ساهلة وكتعجب الكبار والصغار. اليوم إن شاء الله غندير واحد البيتزا وغادي تشوفوا معايا الطريقة ديال التحضير ديالها اللي كنديرها أنا شخصيا. يعني كاينين بزاف الطرق وهذه الطريقة ساهلة وكتخليك أنك تبداي تحضري البيتزا تقريبا جوج مرات حتى على حسب ثلاثة في الأسبوع. أنا شخصيا هذه هي الطريقة اللي كنعتمد، كتجيني سهلة لأن كنحضر هاد لي فون بيتزا وكنحطو في الكونجيلاتور، وتما في العشاء ولا في شي عشية بغيت نعطي الدراري شي حاجة كنلقاهم كنعمرهم كندير غير لاكارنيتور وكنلقاهم ساهلين عندي. يعني الطريقة ديال العجين كتجي سهلة. وثانيا أنا كنعجنها في آلة ديال العجينة باش كتدلك مزيان وكتاخد وقتها وكتطلق على خاطر خاطرها، ومن بعد عاد باش كنقرصها. فان شاء الله غادي نحتاجو واحد نسكيت الفورس معاه جوج كيسان ديال الفينو، ها هما. غادي نحتاجو واحد معلقة كبيرة ديال، انا في نفس الوقت غنبدا نحط المقادير، هانتوما كتشوفو معلقة كبيرة عامرة ديال حليب بودرة، هاهي. غادي نحتاجو واحد شوية الزعتر مطحون، هاهو غير شوية. غادي نحتاجو واحد معلقة صغيرة ديال سنيدة ما عامراش، هانتوما كيف كتشوفو. غادي نحتاجو الملح، وهنا خميرة حبيبات أنا راه ذوبتها مع شوية الما دافي، هاهي طلعات طالعة مع شوية الما دافي وشوية سنيدة. كنخلط كلشي بدقة وحدة حيت أنا هاد الخليط غادي نخلطو غادي نديرو في الآلة ديال الجين. بطبيعة الحال عجينة البيتزا راه ضرورية فيها زيت البلدية، قد ما كان زيت البلدية في لاباط كتكون هي هذيك، يعني بداك القياس راه كتجي رائعة وكتجي زوينة، وراه كتكون فيها حتى هذيك لاباط ديال البيتزا كتكون فيها ريحة زيت البلدية. حنا هنا درنا واحد نص كاس وغادي نخلطو كامل هادشي جميع هكا. شويه غير باش يدخل هذاك القوام غادي ندير ان شاء الله. انا غنديرو هاد الموال ديال الجين، طبيعة الحال غادي نخلطوها بالماء. البيتزا كي غتجي ريح الشمة، هي عادة أنا راه كتجيني البيتزا أنا البيتزا كتجي زوينة كيعجبك كتعجب الدراري الصغار وكتعجب حتى الكبار تقريبا بحال ديال المحلات. وغادي نضيفو هنا الماء، نديرو كلشي بمرة، شي كاس كبير عامر صافي. وغنديروها آلة ديال العجين، غتسهل علينا التليق وغتسهل علينا بزاف د الحوايج لأن هي دغيا كطلع. دابا تشوفو حنا رجعنا عاوتاني هنا الخبيز راه باقي ما كملاتش العجينه، غير انا سكت لاباغي حيت كتعطي واحد الصوت، انا سكتها باش نوريكم هاد لاصوص اللي غنديرو كوم غارنيتور في لي فون ديال البيتزا. هادي احتاجيت ليها جوج مطيشات كبار وواحد جوج معالق ديال كونسونطري ديال مطيشه
وشويه ديال الزعتر مطحون وواحد المعلقه ديال زيت العود تقريبا واحد بصليله غير صغيره محكوكه صافي وخليتها تتعقد تعقدت هيا هذه هي لاصوص ديال البيتزا كما كتشوف هاي غادي نخليو الماكينه كتعجن ونتلاقاو ان شاء الله. ايوا انا رجعت لكم عاود ثاني من بعد ما كملت العجان الخبيز ها هي انتما كي كتشوفوا انا كنحط كنخرس صباعي كطلع خلاتها رطبه المهمه الصابره دارتها هي الله يخلف عليها صافي هي راه الكات وجمعت لينا العجينه ودابا غنقرصها باش نخليها ترتاح واحد ربع ساعه شويه ومن بعد غادي نطلقها بالمدلك ونبدا نطيب ما غنطيبهاش كامله كنطيبها غير شويه غير كتصهد شويه في الفرن ومن بعد كنخرجها وطبعا الحق قبل ما نبدا الخدمه ديما كالعاده كنمسح البون طرافاي ديالي ديما بالخل الخل راه هو معقم مزيان واحد يستعملو بزاف في الطبخ ديالو بزاف الحوايج دايوغ راه كيتستعمل الخل دابا ان شاء الله نشوف معكم واحد الطرق باش كنديرو لماكينة الصابون باش كنمسح بيه لي فيتخ وباش كنمسح بيه هذا تا الطوابل فان شاء الله دابا نوريكم واحد السيمانات ديال الخل لي بزاف يعني ما كنستعملوش عليه بزاف ديما دابا غنديرو شويه ديال الزيت هنايا وغادي ناخدو العجينه ديالنا نتوما ضروري نزيد العود هنايا شو راه دايره كي المسكه معجون مزيان العجينه وكنبدا نقطعو على حسب الحجم اللي بغيتو ديرو نتومايا هادوك الكريسات ديالكم بغيتو ديروهم صغار ديروهم صغار بغيتو ديروهم شويه كبار انا شخصيا كندير جوج كبار وكندير واحد 3 ولا 4 شويه متوسطين على حسب المدرسه ديال الدراري علاش انا كنقول لكم كنعجنها جوج مرات كنستعملها جوج مرات في السيمانه كنعجن مره في السيمانه وكنستعملها 3 حتى 2 مرات في السيمانه حيت كتهنيني بالخطرات في الغدا ديال الدراري ما كيكونش عندي كاع اش ندير لهم فهي ملي كنلقى ديك لاباط راه غير كنعمرها وكنعطيها لهم الصباح كيديوها معاهم المدرسة العجينة راه مرخوفة كنقصيهم باش ما تجينيش لاباط غليظه ان شاء الله يلا تجي تجي كتجيش غليظه في العجينه وما كتجيش كارمه عاوتاني فتاي كيبغيو فاش يعني يعضوا ما تلقاوش كارمه اذا كانت كارمه راه ما كيبغيوهاش تري الصغار صافي راه حنا غنخليوها ترتاح واحد شويه غادي نغطيها انا بشي حاجه بشي طوشون وغادي نرجع لها من هنا واحد
15 دقيقه ولا 10 دقائق على حسب الخميره كي دايره. طبيعة الحال هنا راه وجدت واحد شويه ديال الفينو هو باش غنبدا نقرص، وانتم غتشوفوا معايا. وها حنا رجعنا عاوتاني من بعد ما خلينا هذاك العجينه ديال البيتزا كترتاح باش تخمر شويه. انا حضرت واحد الخليط هنا ديال الكفته اللي باش غادي نزينوا به البيتزا. البيتزا غنديرها ان شاء الله بالكفته، وغندير وحده طون لان الولد ديالي ما كيبغيش ديال الكفته. كندير جوج كفته وحده طون. هانتوما غتشوفوا انا الكفته هنايا راه قرطت عليها شويه واحد البصيله غير صغيره مقرده رقيق، ودرت شويه التحميره شويه الكمون شويه الملحه وشويه القزبر اليابس، وطبيعة الحال شويه الزيت مخلطه زيت بلديه وزيت روميه. وغادي نشعل عليها ان شاء الله وغادي نخليها تتقلى باش هذه هي باش غنزين قلت لكم واحد جوج بيتزات. يلا بما هذه غادي تكمل غنطلعوا على العجينه ونشوفوها فين وصلت، وديك الساعه نكملوا العمل ديالنا. يلا بسم الله غنبداو دابا غادي نقرصوا هاد العجينه ديالنا. ها هي راه انتما راه خمرات خدات وقتها بزاف، غادي ان شاء الله نقرص معكم وحده. انا ديما كنتبع البلاصه اللي كنلقاها غليظه هي اللي كنضربها بزاف، والبلاصه الرقيقه صافي. دابا غير الجناب هما اللي غنكملوا، ما الوسط راه رقيق باش ما تجيناش غليظه. نضيف الثانية بسم
صافي هذه حتى هي غندير لها المول ديالها ونطلقها ان شاء الله على عند خلا مفرغ الفران ها هو خدمناه درتو على 200 درجه وخدمت فيه غير تحت لان غير تحت هو اللي غيطيب ليا انا تحت اللي غيطيب ليا البيتزا ما كنشعلش عليها من الفوق لان درتها هنا من بعد ما تقبتها تقبتها بالفرشيط شفتيو صافي وانا غندخلها وغادي نخليها امتى واحد ما كنبغيش نقسم غير شويه غير كتبان ليا راه شدات فراسها وغادي نحيدها هانتوما انا حليت الفران باش تشوفوا غير من الداخل كي كت كيفاش تنفخ هاد البيتزا صافي انا غنحيدها لي فون البيتزا ها هما راه وجدناهم دابا غنديروا لا غارنيتور ديالها وجدنا هنايا لاصوص ها هي لاصوص عندنا هنا الطوم موتزاريلا زيتون كحل فلفله خضراء مقطعه شويه ديال الزعتر وشويه ديال الكفته غنديروا غنديروا وحده بالطوم وحده بالكفته ان شاء الله اذا غنبداو ان شاء الله بلاصوص لاصوص هي راه شويه درنا فيها شويه ديال الزبور المعدنوس درنا فيها شويه ديال البطاطا دابا غنديرو الموزاريلا ها هي الموزاريلا راه احسن فرماج اللي كيجي مع البيتزا هو الموزاريلا كنديروش فيها لا فرماج حمار لا بارموزون هادوك انواع هذا يعني كل واحد لا شكيلق ولكن البيتزا كتبغي الموتزاريلا هي اللي كتسير صافا ناخذو دابا كفته شويه كفته نديروها انا كيعجبني تكون حاجه عامره عطيه العيد داكشي علاش انا كن عمرها شويه نقدروا نزيدوا فيها شي فلفله فلات وزيتون كحل كندير شويه ديال شي خويه ديال زيت العود هو اللي كنديروه انا هنا درت زيت العود فهادي حيت كديرو رقيق يعني فهاديك الاخرى ديال هذا غيتكب ليا غليظ تكب كثر لا هما شويه ديال الزعتر نحكوه الا كان الا عندكم يابس راه غير كتحكوه بيديكم وديروه غادي كنات هذه ديال الكفته صافي ها حنا كملنا نحطو غير باش ندخلو في نفس الوقت وهادي غادي نديروها ان شاء الله بالطون ها هو لاصوص لا سوسي لا انا هادي ما طاش حكيتها في الحكاكه البيضاء بقات شويه باينه لكن نتوما طحنوها ديريكتومون طحنوها في الميكسور باش تطيبو و راه كتجي مزيانه نديرو موتزاريلا
غادي نديرو الشوكولا نسالو بيتي بون ديرو شويه هكا وهذه ديال الطون وجدناها غادي نديروها حتى هي في الفران غادي نوريكم دابا لا بات لي صوبنا كي طلعت في الفران اللي خدمناها قبيله هانتوما هادي اللي طيبنا قلتلكم غنطيبها بشوية يعني مازال دخل فيها شوية طيب نورمالمون هنا هاديك راه دغيا إلا هزيتها هاكا راه كتهرس غادي دخل فيها شوية طيب ولكن هانتوما كتشوفوها مكتجيش غليظة هانتوما كاع منفوخة من الوسط بهاد الطريقة هادي راه كتاخدوها وكديروها في كونجيلاتور ملي كتعجنوها كديروها في كونجيلاتور وقت ما خاصهم بيتزا تصوبوها كتعمروها كتجي سهلة وكتلقاوها يعني ما كتاخدش بزاف الجهد ها هي ودابا ان شاء الله غندخلو البيتزا ديالنا الفران ونطلقها ان شاء الله من بعد ما طيب البيتزا ديالنا ها هي وجدات احنا حطيناها زوقناها بواحد الوريقات ديال الحباق هادي ديال الكفته وهادي ديال الطون نتمنى انها تكون عجباتكم ودائما تشاركوا معنا في قناه مطبخ نزهه وتفعلوا جرس